طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب أشد الترحيب بكل الحاضرين معنا في ويبينار اليوم، وفي نفس الوقت نرحب بالمتحدث البروفيسور سمير المصري. البروفيسور طبعا غني عن التعريف، هو الرئيس التنفيذي CEO لشركة ديجيتاليزيشن، وهو أستاذ التقنيات الرقمية وخبير البلوكشين وخبير الإدارة الرقمية. برضو الجدير بالذكر أن البروفيسور سمير المصري هو متحدث رئيسي في التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والبلوكتشين في كبرى المؤتمرات وورش العمل الإقليمية والعالمية. أيضا البروفيسور سمير المصري هو المؤسس والرئيس التنفيذي زي ما ذكرنا قبل شوي لشركة ديجيتاليزيشن وشركات ناشئة أخرى، وهو مؤلف البرامج الرقمية العالمية الشهيرة قائد الأعمال الرقمية المعتمد، وأيضا برنامج محترف التحول الرقمي المعتمد. نرحب فيك بروفيسور سمير، ونشكرك مقدما على تطوعك بوقتك لعمل هذا الويبنار مع الجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية، وتفضل مشكورا عندك الكنترول. شكرا مهندس حاتم، السلام عليكم جميعا وبسم الله. كل الشكر لكم مهندس حاتم على الدعوة الكريمة، وأيضا الشكر موصول للجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية وكل أعضائها إن شاء الله. اليوم موضوعنا عن كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي في الهندسة الطبية الحيوية. موضوع طويل وشائك، سنحاول في هذا الوقت الضيق أن نعرف قليلاً بالذكاء الاصطناعي ونعطي بعض السيناريوهات التطبيقية في مجال الهندسة الطبية الحيوية. فالهندسة الطبية الحيوية نفسها موضوع طويل ومتشعب، فما بالك إذا أردنا تطبيق إحدى أهم التكنولوجيات الرقمية في القرن 21 على هذه الهندسة الطبية الحيوية. الصوت مسموع وكل شيء تمام واضح؟ نعم دكتور، الصوت مسموع والشاشة واضحة. أنا بس في أسئلة كثير متكررة، أنا حاب أن أجاوبها من البداية عشان ما تتكرر الأسئلة هذه. المحاضرة هذه مسجلة، المحاضرة هذه برضو حيكون عليها شهادات حضور لجميع اللي حضروا أكثر من 80% من وقت المحاضرة، وحتكون لازم عن طريق الموقع الجميل للهندسة الطبية حتنزل الشهادات فيها. فتأكدوا أنه الرابط اللي دخلته فيه أو الإيميل اللي سجلته فيه هو نفس الإيميل اللي أنت سجلته فيه بموقع الجمعية عشان تقدروا تنزل لكم الشهادة. مدة المحاضرة حتكون ما بين الساعة وربع إلى ساعة ونص، وإن شاء الله دكتور ما حيقصر بحيث نحاول نجاوب على أكبر قدر من الإجابات. أي أسئلة تحتاجوها حتى لو خلال الويبينار ممكن ترسلوها في خانة الـ Q&A، وفي نهاية المحاضرة الدكتور حيتولى إجابة يعني الجزء اللي حنقدر نجاوبه منها. يعطيكم ألف عافية، تفضل يا دكتور. شكرا شكرا. سنحاول أن تكون مدة المحاضرة الكلام يعني من جهتي ساعة، ثم نترك المجال لنصف ساعة أو ربما ساعة يعني وربع أو في هذا الإطار. نحاول جهدا إن شاء الله. يعني الموضوع كما قلت متشعب وكبير، بس نحاول الاختصار قدر الإمكان. أوكي، إذن هلأ قبل أن نبدأ أيضاً ماذا نفعل نحن في شركتنا ديجيتاليزيشن؟ يعني نحاول مساعدة كل الشركات الكبرى في الشرق الأوسط في مجالات متعددة، مجالات الهيلث كير، مجالات الهندسه الطبيه، مجالات التليكومينيكيشن، اتصالات، البنوك، الحكومات. ويعني منطقه شغلنا هي في العالم العربي، وخاصه منطقه الخليج العربي في الامارات والسعوديه مع كبرى الشركات. نساعد في الاستشارات والتدريب بكل ما يختص من
التحول الرقمي باتجاه الاقتصاد الرقمي، وأيضا التكنولوجيا الرقمية بأنواعها من الذكاء الاصطناعي إلى البلوك تشين إلى الإنترنت الأشياء إلى الحوسبة الصحابية إلى البيانات الضخمة وكل أنواع التكنولوجيا الرقمية على مستويين. المستوى الأول هو مستوى الليدرشيب البزنس، يعني الناس العاديين أو المانجرز يلي لازم يفهموا بالعمق كيفية استخدام هذه التكنولوجيا والإفادة منها في مجال البزنس. ثم المستوى التقني للمتخصصين من ناحية كيفية برمجة البلوكشين والذكاء الاصطناعي، موجودين في كل المحطات. أيضا هنا وضعت بعض الروابط الفني، عندنا أونلاين ديجيتال أكاديمي، عندنا كورسات مسجلة already، وعندنا كورسات في الذكاء الاصطناعي معروفة، وعندنا تشانل يوتيوب تشانل ولينكدين ولغير ذلك، يعني وضعت بعض الروابط. الموضوع الثاني، في كورسين مهمين جدا لكل ليدرز في كل المجالات معروفين. الأول اسمه CDTP Certified Digital Transformation Professional، حتى الإنسان يفهم التحول الرقمي. هنحكي عنه بشكل سريع جدا، التحول الرقمي بالعمق، لأن الناس تتكلم عن التحول الرقمي، ولكن يؤسفني أنا أقول أنه معظم الناس لا تفهم بالعمق التحول الرقمي، ليس في الشرق الأوسط فقط، على مستوى العالم. وهنا ماكنزي وكثير من المؤسسات والاستشاريين الكبار في العالم يقولون 75% من يعني التحول الرقمي عبر الشركات الكبرى سيفشل. إذن هذا كورس مهم جدا مع فريمورك مهمة اسمها ماتريكس اللي نحن عاملينها، يعرف بالعمق كل العناصر المهمة، هنحكي عنها سريعا. أيضا هناك كورس آخر اسمه Certified Digital Business Leader، هذا يعني هو صمم للقادة سواء تقنيين أو غير تقنيين، لفهم معظم التقنيات الرقمية كما ذكرتها، الذكاء الاصطناعي، البلوكشين، إنترنت الأشياء ولا غير ذلك، ولكن بطريقة سهلة وعميقة في نفس الوقت. لا يمكن لشخص الآن، لا يمكن لليدرز أن ينجح في عمله في القرن 21 ولا يملك معرفة عميقة سواء كانت تقني أو غير تقني، لا يمكن أن ينجح، لأن الاقتصاد، وسنتكلم في البداية أيضا، الاقتصاد يتجه بالرقمنة على كل المستويات. إذا وضعت هناك، يعني عندنا هول 2 كورسات مهمين جدا، وضعت لينك أنا، هذا اللينك مباشرة في ترخيص بيوفر $350 على السعر الحالي، على السعر القديم يوفر أكثر من $1,500. على كل حال هناك ترخيص أكثر من 50% على هول 2 كورسات. يا أي شخص مسجل أو عم يحضر معنا في يأخذ هذا اللينك، وأنا سأضعه إذا تسمحوا لي على تشات لكل الناس اللي موجودين، أي شخص فيه يتسجل خلال اليوم أو الأيام القادمة. طيب، هذا كل شيء بهذا المجال. سنبدأ، ما هو الاقتصاد الرقمي؟ إخواني الكرام، سنرى شركة أرامكو هي من أضخم الشركات بالعالم، وهي أضخم شركة لإنتاج البترول في العالم. شركة أرامكو إذا حسبنا 10 مليون برميل في النهار إنتاج متوسط بسعر $50، طبعاً هلأ صارت ممكن 70 و75 عم يعلى سعر البترول. إذن شركة أرامكو تستطيع إنتاج حوالي نصف مليار دولار في النهار الواحد. طبعاً شركة أرامكو هذا البترول هبة من رب العالمين، واستثمارات هائلة من قبل الحكومة السعودية. شركة علي بابا يلي هي شركة صينية معروفة، يلي هي شركة اي بزنس، لنقول بزنس تو بزنس، هي منصة رقمية
منصة رقمية تربط الموردين بالمتعاملين أو من يريد أن يشتري بضاعة أونلاين. وهذا يعتبر بزنس موديل، هذا أهم بزنس موديل رقمي في القرن 21 حتى الآن. استطاعت هذه الشركة واحدة لا تملك أي بترول ولا تملك أي استثمارات، هي فقط منصة يعني software معمول ليربط البائعين بالمشترين، خلينا نسميها. استطاعت في 11 نوفمبر 2021 يعني ليس بيوم العزة هذه single day أن تجني أو يعني في transaction في sales في بيع 85 مليار دولار في نهار واحد، مقارنة مع أرامكو يعني باعت ما باعته أرامكو مضروب ب 170 مرة. من هنا نعرف أهمية الفيجن 2030 للحكومة السعودية، اللي هي السعودية من أغنى دول العالم في البترول، رغم ذلك يعني نعرف أن هذا البترول قيمته في تدني مستمر أو على الأقل مقارنة بالقطاعات الأخرى الرقمية القيمة يعني متدنية خاصة في المستقبل. أوكي، من هنا نعرف أن الفيجن 2030 للحكومة السعودية هي أن نحول الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على البترول إلى اقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على الرقمنة أو الاقتصاد الرقمي. هذا مؤشر في غاية الأهمية أن نعرف على الجميع كأفراد أن يساهموا ويستثمروا من الآن بأنفسهم ومؤسساتهم وشركاتهم وحكوماتهم أن يستعدوا لهذا الاقتصاد الرقمي ويكونوا منتجين أو سيكون من المنسيين في هذا القرن 21. إذا نظرنا على باقي القطاعات، عندنا قطاع 3D printing يعني printing ثلاثي الأبعاد. الماركت من هلأ من الآن إلى 4 سنوات 50 مليار دولار. إذا نظرنا للـ IoT إنترنت الأشياء يلي هذا في صلب موضوعنا، من أهم التطبيقات للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي هو للهندسة الطبية هو إنترنت الأشياء. إنترنت الأشياء يعني كان في عنا 2015 5 مليار جهاز مربوط بالإنترنت، في اليوم عنا في 2020 يعني وصل العدد إلى 50 مليار جهاز. أوكي، إنترنت الأشياء وحده هذا القطاع سيولد من الآن يعني في 2030، ليس من الآن حتى 2030، في 2030 نتوقع أن يولد 20 تريليون دولار. 20 تريليون دولار يساوي إنتاج أو اقتصاد أعظم دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. إذا زئنا إلى سمارت سيتي ماركت، هناك توقعات 2.5 تريليون دولار by 2025 يعني 2025 سمارت سيتي ماركت سيكون 2.5 تريليون دولار. يا جماعة 2.5 تريليون دولار هو اقتصاد الأم العربية بكل دولها. Blockchain technology كذلك 2030 3.1 تريليون دولار، أكثر من إنتاج العالم العربي كله، بس فقط تكنولوجيا البلوكشين. أنا أعرض لكل التكنولوجيا الرقمية حتى نعرف قيمة هذه التكنولوجيا وتأثيرها على الاقتصاد وعلى العالم من أجل ذلك في جميع القطاعات ومنها قطاع الهندسة الطبية الحيوية. Artificial intelligence اللي هو موضوعنا اليوم سيولد أكثر من 22 تريليون by 2030. 22 تريليون كذلك أكثر من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية اللي يساوي حوالي 21 تريليون. شو هي التكنولوجيا الرقمية؟ عندما نتحدث عن التكنولوجيا الرقمية أخواني الأعزاء
لا نتحدث عن software بسيط أو ERP أو CRM. في كثير من الناس عندما نقول تكنولوجيا رقمية يظن أنها IT. لا، IT هو يعني هو أمر مفروغ منه، هو infrastructure، هذا layer جديد. IT والsoftware هو يعني شيء لابد منه كinfrastructure، كبيئة تحت infrastructure، بنية تحتية، وهذا التكنولوجيا الرقمية تأتي فوق ذلك. Data science هنحكي عنه، الأناليتكس هذا تكنولوجيا رقمية، Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي هذا تكنولوجيا رقمية، البيج داتا البيانات الضخمة، بيانات ضخمة مش كلمة، البيانات الضخمة هي تكنولوجيا، مش فقط ولا عندنا بيانات كبيرة، لا هي تكنولوجيا بحد ذاتها. سريعا، انترنت الاشياء كذلك هي تكنولوجيا، وتحدثنا عليها تكنولوجيا رقميه. سمارت سيتي هي الحقيقه مش تكنولوجيا بحد ذاتها، هي تعتمد على تكنولوجيا انترنت الاشياء. وعندنا الكلاود كومبيوتينج، الحوسبه الصحابيه، ايضا هذه تكنولوجيا رقميه، وبينها ايضا السايبر سيكيورتي الحديثه. البلوك تشين اللي هو ايضا تكنولوجيا رقميه، ينتج عنها أكثر من 2 تريليون دولار ماركت كابيتاليزيشن، وآلاف العملات الرقمية، وأصبحت واقع يفرض نفسه ليس فقط في مجالات الرقمية، ولكن أيضا في مجالات البلوكشين البرايفت الخاص. البلوكشين هي تكنولوجي، العملات الرقمية هي تطبيقات من البلوكشين، ولكن هناك تطبيقات أهم على مستوى الانتربرايز وعلى مستوى السمارت كونتراكت، الكونتراكت الذكي، العقود الذكيه، وليدجر ريكونسيليشن، بشكل انه المعاملات بين الشركات الكبرى تكون لا تحتاج الى ريكونسيليشن، تحتاج فقط الى سمارت كونتراكت وبرايفت بلوكشين، حتى يكون كل الريكورد بين الشركات المتعامله فيما بينها هو نفسه. هذا 70% من الاستثمارات بلوكشين والبرايفت. ما كل الناس، يمكن معظم الناس بيفكر البلوكشين هي كريبتو كارنسي فقط، ليس الأمر ليس كذلك. في النهاية ديجيتال تكنولوجيز بكل أبعادها ستولد أكثر من 60 تريليون دولار باي 2025، يعني خلال 4 سنوات فقط، خلال 4 سنوات. طيب ما هو الاقتصاد العالمي كله قبل كورونا؟ أنا متحدث كله قبل كورونا، كورونا دمرت الاقتصاد. الاقتصاد العالمي يعني GDP، World GDP يساوي حوالي 90 إلى 92 91 تريليون دولار. طيب وقت منقول ديجيتال تكنولوجي هتولد 60 تريليون، يعني خلال 4 سنوات فقط الاقتصاد الرقمي، يعني كل الشركات التي تعمل بالتكنولوجيا الرقمية، سنعرض بعض الشركات الآن، ستولد حوالي 1/3 الاقتصاد العالمي فقط خلال 4 سنوات، يعني في 2025، مش الأربع سنوات نحسبهم كلهم، يعني من الآن إلى 2025، في سن 2025 الاقتصاد الركبي سيشكل، سيزيد، سينتج 60 تريليون، ما قيمته 1/3 الاقتصاد العالمي الآن. إذا يعني بشكل سريع تطرقنا إلى بعض الشركات هنا، يعني نجد أول 7 شركات في العالم، أضخم 7 شركات في العالم من ناحية الماركت كابيتاليزيشن، يعني قيمة الشركة، إذا بدنا نبيع هذه الشركة كم قيمتها. طبعاً هذه معلومات لايف، يعني أنا من خلال يمكن ساعتين تقريبا خدت سكرين شوت من الإنترنت وعم أرجيكم لايف. أبل الآن قيمتها 2.8 تريليون دولار، أكثر من اقتصاد الأمة العربية كلها، شركة أبل وحدها. طبعا هذا مش إنتاجها، قيمتها، يعني قيمتها هي يساوي الماركت كابيتاليزيشن، هو كم عندنا عدد شير، عدد الأسهم مضروب بقيمة السهم. أوكي، هنا فينا نشوف السهم هنا.
طبعا وصلت شركة أبل من كم يوم وصلت ل 3 تريليون دولار بالمناسبة، أول شركة بتاريخ الإنسانية وصلت إلى قيمة 3 تريليون دولار، ولكن اليوم السوق يطلع يصعد وينزل. تليها شركة مايكروسوفت تنفس لثلاثة، بعد منها شركة سعودي أرامكو، جوجل، أمازون، تسلا وفيسبوك. طيب إذا نظرنا إلى هذه الشركات يا أخواننا، أول شيء أول سبع شركات ستة منها أمريكية والستة منها تكنولوجيا رقمية. أهم شركات في العالم هي شركات تكنولوجيا رقمية. فقط سعودي أرامكو بكبرها وضخمها يعني هي الثالثة عالميا، ولكن ستجدون في من الآن حتى ربما سنة أو سنتين سعودي أرامكو ستنزل في نزول طبيعي جدا، لأن هذه الشركات تزداد بشكل هائل. والدليل أن سعودي أرامكو في 2019 كانت أول شركة في العالم تصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار ماركت كابيتاليزيشن في 2019. طيب من 2019 يعني نحن اليوم في سنتين صارت قيمة أبل 2.8، كانت قيمة أبل أقل من 2 تريليون، كانت سعودي أرامكو 2 تريليون. ففي سنتين فقط، وستجدون يعني خلال سنة قيمة أبل ستكون قيمة سعودي أرامكو دبل. من هنا نحس كل أهلنا والقياديين والمسؤولين والمثقفين والعاقلين في العالم العربي أن يستثمروا أولاً في أنفسهم كأشخاص. أنا لا أستطيع أن أساعد شركتي ومؤسستي وحكومتي إذا لم أفهم أنا شخصياً وأستعد ويكون عندي سكيلز، المعرفة والمهارات والقدرات، أفهم ماذا يجري في العالم. قيمة شركة أبل إخواننا الكرام وحدها، مدخول شركة أبل أكبر من مدخول 60 دولة في العالم من العالم الثالث. شركة واحدة أمريكية أكثر من مدخول 60 دولة من العالم الثالث. يعني لازم we have to wake up لنستيقظ من نومنا. إذا لم نستثمر في العالم العربي في كل مجالات، في كل المجالات، سنكون من الغابرين، سنكون عبيد في القرن 21 لا سمح الله. فإن شاء الله الجميع علينا نتنبه بهذا الأمر الخطير الاستراتيجي. أهم شيء في حياة كل فرد فينا الآن على المستوى البروفيشنال أن نبني أنفسنا كقادة رقميين. هذه الكورسات التي عرضت لها هي في هذا السياق إن شاء الله. إذا نظرنا في 2019 جماعة يا أخواننا، نجد الماركت كابيتاليزيشن لأهم 20 شركة في العالم 36% كانت أويل إن جاس. 2009 أويل إن جاس. في 2018 يعني فقط 9 سنوات أصبحت التكنولوجيا تشكل 56% لأهم 20 شركة في العالم، والأويل إن جاس أصبح 7% يا أخواننا. من هنا الحكومة السعودية وضعت الفيجن 2030 لأنها تعرف قيمة البترول في إلى يعني ليس له قيمة مقارنة بالتكنولوجيات الرقمية والاقتصاد الرقمي. هناك 50 دولة في العالم عندها استراتيجية الذكاء الاصطناعي. إخواننا نبدأ بالاستراتيجية، نبدأ بالعلم، اقرأ ثم بوضع استراتيجية ثم بتنفيذ الاستراتيجية. يعني إذا ما كان عندنا استراتيجية عم نخبط تخبيط. طيب ممكن يكون عندنا استراتيجية وكذلك لا ننفذ هذه الاستراتيجية. هذه مصيبة في العالم العربي. كثير من الشركات والحكومات، نحن نتعامل مع كبرى الشركات يا أخواننا، أهم الشركات العربية لا تملك خطة رقمية ولا خطة تحول رقمي. كلام بالهواء، كلام بكلام، سهل الكلام. على مستوى الدول العالمية هناك 50 دولة، يعني العدد يزداد قليلاً. الحمد لله على الأقل عندنا 4 دول عربية عندها خطة استراتيجية
للذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها طبعا الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر وتونسيا. أوكي؟ هذه الدول عندها خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي. أيضا Digital Competitiveness Index هذا لل 2021، الإمارات العربية المتحدة ما شاء الله رقم 10 عالميا. يعني كم أنت Digital Competitiveness Index رانكينج على مستوى العالم، كم أنت مستعد للاقتصاد الرقمي؟ وهذا في كريتيريا، يعني تقرير طويل عريض لا يسمح الوقت في عن المعرفة، عن استعمال التكنولوجيا، عن توليد التكنولوجيا وإلى غير ذلك. رقم 10 الإمارات العربية المتحدة ما شاء الله. الدولة الثانية تأتي، الدولة العربية الثانية رقم 29 هي قطر. ثم عندنا السعودية، المملكة العربية السعودية رقم 36 على مستوى العالم. ثم عندنا الأردن رقم 49. طبعا في ملاحظة ممكن، يعني المملكة العربية السعودية هي أهم دولة عربية من حيث ضخامة الاقتصاد، فالعمل على التحول الرقمي في بلد كبير أو مؤسسة كبيرة أصعب من العمل في دولة صغيرة. يعني ما بستبعد أنه البحرين مثلا دولة صغيرة ممكن تسبق كل الدول العربية، لأن التحول في بلد صغير أو صغيرة أسهل من التحول في بلد كبير. هذه ملاحظة سريعة. أوكي، خلينا نتكلم عن البيوميديكال إنجينيرينج بعد هذه المقدمة. الحقيقة يعني أنا أفترض أنه الجميع هنا ما شاء الله الجميع هو مهندس، يعني هندسة طبية حيوية، لذلك يعني لا نريد أن نذهب كثيرا في هذا المجال. ما هي الهندسة الطبية الحيوية؟ Biomedical Engineering هو عبارة عن تطبيق مبادئ الهندسة ومبادئ الديزاين في المجال الطبي والمجال علم الأحياء لهدف الرعاية الصحية في مجالين اثنين: Diagnostic، Diagnostic يعني استكشاف المرض. أنا لغتي العربية العلمية ضعيفة، يعني خاصة مع بكتن تعذروني. فإذا Diagnostic استكشاف المرض أو تشخيص المرض، أن الموضوع الآخر هو تطبيب أو المعالج. طبعا هناك يعني أنتم تعلمون أكثر وتعرفون أكثر مني، في عندنا يعني فروع من الهندسة الطبية الحيوية كثيرة، منها البيو انفورماتكس يلي هي تعنى بمجال البيانات البيولوجيكال داتا، عندنا البيو ميكانيكس يلي أيضا يعنى بمستوى ب kind of the organ والسيل والميكانيكس، تيشو انجينيرينج هو كرييت لخلق أعضاء اصطناعية، جينيتك انجينيرينج دي ان اي تكنولوجي، مش هن يعني ندخل في التفاصيل، نيورال انجينيرينج، فارماسيتيكال انجينيرينج كيفية ايضا صناعة الأدوية وغير ذلك. طبعا كل هذه المجالات في عندها بيانات يا اخواننا، والبيانات متى وجدت البيانات؟ وجدت التكنولوجيا الرقمية. هذه نقطة أريد أن تحفظها جميعا، متى وجدت البيانات وجدت التكنولوجيا الرقمية. وأي مجال سواء في الهندسة الطبية الحيوية وأي مجال أو أي قطاع في حياتنا هناك بيانات، إذن هناك قدرة لتكنولوجيا رقمية والذكاء الاصطناعي بأن يطبق ويسهل ويختصر، يعني يوفر علينا الأموال والوقت ونصبح من الناجحين. طبعا يمكن أشهر شيء هو الميديكال ديفايسز، بيس ميكرز، انفيوجن بامب، وكل هذه الأمور يلي أنتم يمكن مختصين فيها معظمكم. ميديكال ايميجينج كذلك الأجهزة MRI، CT scan، PET،
طبعا أنا كنت موجود آخر عمل لي قبل أن أنشئ شركتي الخاصة كان مع شركة جنرال إلكتريك. كنت بفترة من الفترات مع جنرال إلكتريك كنت مسؤول الديجيتال هيلث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا وأوكرانيا وإلى غير ذلك. فعندي باك جراوند قوي ليس فقط في الديجيتال هيلث وإنما أيضا في الميديكال إيميجينج بشكل خاص، وهذا الموضوع أيضا مهم جدا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. إمبلانت كيف ممكن نعمل artificial pacemakers؟ نحن بتعرفوا اللي pacemakers ممكن يحط هذا الجهاز تحت الجلد ولكن غير موصول في أي شيء. الذكاء الاصطناعي ممكن أن نصل هذا الجهاز بواي فاي وعلى أب وموصول بالحكيم والطبيب وإلى غير ذلك، فنستطيع أن نعرف كل ما يجري لهذا المريض. هذا من أجزاء المونيتورينج، يعني في موضوع هائل بالتلي ميديسن إلى غير ذلك، باي ميديكال سنسرز، كلينيكال إنجينيرينج، لابيتاليزيشن إنجينيرينج، فالمواضيع كلها تأتي تحت البايو ميديكال إنجينيرينج. طيب نحن سنبدأ إذن هنا في سريعا بالديجيتال ترانسفورميشن، تحول الرقمي. التحول الرقمي، أنا لا أستطيع أن أتكلم في الذكاء الاصطناعي بدون أن أتكلم في التحول الرقمي. التحول الرقمي هو مظلة كبيرة، تحت هذه المظلة تأتي التكنولوجيا الرقمية. معظم الناس تفهم التحول الرقمي على أنه تكنولوجيا رقمية فقط، وهذا خطأ يدمر الشركة. طيب ما هو التحول الرقمي؟ التحول الرقمي أولاً، الهدف من التحول الرقمي إخواني الكرام هو التحول نحو الاقتصاد الرقمي بكل بساطة، بكل بساطة. وهو الهدف من ذلك هناك قيمة، قيم تضاف إلى البزنس، القيمة ترخيص الأسعار، المنافسة، customer experience، creating new product, new services وإلى غير ذلك. إذن التحول الرقمي هو تغيير الكامل للشركة وليس تغيير محدود في اسم أو مجال. تغيير كامل في الشركة عبر التكنولوجيا الرقمية مع business model to improve performance. الهدف منه to improve performance، يعني improve performance حتى نزيد efficiency، نزيد effectiveness، يكون عندنا إنتاج أرخص وأكبر وأهم، وعندنا برودكت جديد، وعندنا سيرفيس جديدة منافسة تزيد، تعطي قيمة للكاستمر، للمتعاملين، تعطي قيمة للموظفين داخل الشركة ولا غير ذلك. فإذا الخطأ الكبير هو معظم الناس تفهم التحول الرقمي هو التكنولوجيا الرقمية، وهناك قسم كبير من الناس لا تفهم التكنولوجيا الرقمية كما ذكرت سابقا، تفهمها أنه والله تكنولوجيا وآي تي وسوفتوير ذكرت، لا هذا خطأ. فإذا التكنولوجيا الرقمية واحد، اثنين بيزنس موديل، طريقة حديثة جديدة مبتكرة، أوكي، يعني مثل أوبر، مثل نتفليكس، مثل هذه الشركات المبتكرة، فكرة جديدة يا جماعة، فكرة جديدة مش فكرة تقليدية. استعمال الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا رقمية على الطريقة القديمة لن ينفع، لن يحميك من ما يسمى تسونامي of digital disruption، يعني هذا تسونامي اللي يدمر الشركات مثل نوكيا، مثل بلاك بيريز، مثل تويز ار اس، مثل ديبنهام، تدمير كامل للشركة مهما كانت قوية، لأنهم أهملوا عنصر أساسي وهو الانوفيشن، نيو بزنس موديل. اوكي طيب، طيب هذه فريمورك إخواننا الكرام، هذه الفريمورك proposed by myself، هذه فريمورك للتحول الرقمي ليست التكنولوجيا وحدها. أولا mindset، عقلية قائد الشركة، عقلية قائد الدولة، عقلية هذا الشخص. إذا كانت عقلية قاعد بالcomfort zone وما بده لا تطور ولا بده تغيير ولا فرقاني معه الدنيا، هذا لا شك سيكون من
فاشلين. أما عقلية القائد الذي يتعلم كل يوم ويغير كل يوم ويعرف كيف تتجه الدنيا، يعني مثلا في السعودية، إذا كان السعودية بتقول أنا عندي بترول وخلص من هلأ ل 30 سنة 20 سنة يخلق الله ما لا تعلمون، وقعدوا قعدة الحكومة السعودية اعتمدت على البترول فقط ولم تضع خطة 2030 وتنفذها. العبرة ليس في وضع الخطة بغاية الأهمية، يعبر عن وعي ثم تنفيذ execution more challenging three times more challenging than Putin's strategy، معروفة في العالم ثلاث مرات أصعب من وضع استراتيجية هو تنفيذها. أوكي، فإذن عقلية الإنسان الذي يؤمن بطبيعة البشر تتحول البشر نحن نتحول، انظروا من آلاف السنين كيف كنا والآن كيف أصبحنا، الحيوانات لا تتحول الإنسان فقط. إذا كان عندنا هذا العقلية ونؤمن بالاقتصاد الرقمي ونؤمن بأن علينا أن ندرب الموظفين والقادة ونستثمر في المستقبل، هذا الإنسان أهم شرط في التحول الرقمي وليس فقط تكنولوجيا رقمية، ثم وضع استراتيجية رقمية للدولة للمؤسسة، مثلا جمعيتكم أنتم لازم يكون عندها استراتيجية رقمية كيف تستعد للتكنولوجيا للاقتصاد الرقمي، كيف تدرب، كيف تلهم. وهذه المحاضرة جزء من هذا الاستراتيجية، ولكن الاستراتيجية يجب أن تكون مكتوبة يا أخواننا، مش كلام بالهواء. ثم بناء على الاستراتيجية لابد من بناء القدرات والمهارات التي تستطيع تنفيذ هذه الخطة الرقمية. أخواننا الوضع في العالم العربي خطير. أنا أعرف معظم الشركات الكبرى، للأسف لا توجد معرفة ولا توجد خطة رقمية ولا يوجد قدرات ومهارات. معظم الشركات العربية، يؤسفني أن أقول، هلا لا شك أن هناك تغيير الحمد لله، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وبعض الدول العربية، مصر، الأردن، يعني بعض في البحرين، قطر، في تغيير، في حركة، ولكن نحن نصور الواقع الآن. معظم هذه الشركات تعتمد على الفندرز، تعتمد على الشركات الكبرى، تعول عندي نفزولي. هذه الشركات الكبرى تستغل شركاتنا لأننا لا نملك المعرفة ولا يوجد عندنا خطة، تستغلنا وتضع خطة لنا كما تريد لبيع منتجاتهم. يعني هذا معروف، هناك قصص كثيرة الوقت لا يسمح أن نذكرها. ثم يا أخواننا بدنا نعمل إنوفيشن، بدنا نعمل إنوفيشن، من أين سنأتي بالبزنس موديل الجديد؟ لابد من الإنوفيشن، لابد من الابتكار. الابتكار لا يعني أبحاث يا جماعة، لا يعني أنه يكون عندنا مركز أبحاث في الشركة، لا 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 لا. الإنوفيشن عندما هذا الموظف عنده علم عن التكنولوجيا الرقمية، ليس بالضرورة تقني، بس يعرف يعني هذه الكورسات اللي تكلمنا عنها تعطيك يعني بالعمق ما هي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مش روبوت، أعمق من ذلك، ما عندنا وقت كثير نصرفه. لابد من هذه الانوفيشن في كل موظف في الشركة، من أعلى الهرم إلى أقل موظف في الشركة، عليه أن يكون مبدع ومبتكر، ونضع نظام معين للابتكار وتنفيذ هذه الابتكارات إذا كانت مهمة. هذا في غاية الأهمية. كل هذه تحول رقمي يا أخواننا، ليس تكنولوجيا رقمية فقط، كاستمر سنتريك. في شركات كتير بتروح تأتي بالذكاء الاصطناعي وتطبقه، لأنها رأت منافسيها يطبقون الذكاء الاصطناعي بشكل أعمى بدون ابتكار، بدون خطة رقمية، بدون أي شيء، فيفشلون. لابد من أن أي مشروع تحت التحول الرقمي اللي هو يبدأ ولا ينتهي، لابد من أن يكون حول خدمة العملاء، تسهيل الأمور على العملاء، إضافة قيم للعملاء، وليس في الهواء. ولا بد من الريجيليشن، يكون ضمن القانون أحسن ما نقع في مغالطة. هذه خطة، هذا رود ماب، ما عندنا رود ماب، ما معنى وقت لنتكلم عنها، خلينا نصره.
إخواننا، الموضوع هو عندنا بيانات كثيرة. هذه البيانات هي ثروة من الثروات الكبرى، ولكن البيانات التي نملكها هي معظمها unstructured. هذا موضوع في غاية الأهمية. 96% من البيانات العالمية هي unstructured، يعني لا توجد داخل الديتابيس عندنا، فقط 4% موجود في الديتابيس. وهذا مثل ما بتعرفوا يعني 1 تيرابايت هو 1000 جيجا، عندنا تيرا بيتا اكزا زيتا انيوتا. العالم كله ديتا، العالم كله الان حوالي 84، اذا بنطلع على هذا هذا من اي دي سي ريبورت 21 22، يعني عندنا حوالي اصبح عندنا لنقول 70 او 75% زيتا بايت. في 2025 ستصبح الديتا العالمية تقريبيا حوالي 163 زيتا بايت. فاذا فقط تكنولوجيا البيج ديتا، برجع بقول بيج ديتا هي تكنولوجيا، بيج ديتا تستطيع ان تتعامل مع انستراكشر ديتا. قبل البيج ديتا تكنولوجي لا، التكنولوجيا غير قادره ان تو بروسس الانستراكشر ديتا، فقط استراكشر. وبالتالي عندنا قيمه ضخمه من البيانات لا نستطيع يعني تو بروسس. اوكي اخواننا، الوقت يعني بدي يكون سريع شوي لانه عندي كثير مواضيع. هذه احدى تويتر، هذا تويت واحد والتفاعل مع هذا التويت. يعني العقل البشري لا يستطيع ان يلم بكل هذه التعقيدات في مجال البيانات، وكذلك تفاعلات، وياخذ العبره من ذلك. يعني ما هو الاوتبوت، يعني شو هو الاوتبوت من كل هذه التفاعلات؟ العقل البشري لا يستطيع. إذا نظرنا إلى هذا أيضاً، هذا DNA sequencing إخواننا، هذا في صلب موضوعنا. هذا DNA sequencing شخص، البشر الإنسان واحد في بين 40-60 تريليون سيل، لين الواحد 40-60 تريليون، وكل سيل يعني ما بنشوفها بالعين المجردة فيها 2 meters of DNA، فيها مترين من DNA يعني بشكل ملفوف. طيب يعني مترين ضرب 60 تريليون بيطلعوا 160 تريليون متر، يعني المسافة بين الكرة الأرضية إلى الشمس 400 مرة ذهابا وإيابا. من يستطيع كبشر أن يفقه هذا الموضوع ويأتي بخلاصة؟ إذن هذه حدود العقل البشري، كما هناك حدود في سرعة البشر 45 كيلومتر في الساعة أكثر عداء، وكذلك كما هناك حدود لا نستطيع أن نطير كبشر، هناك حدود للعقل البشري والحسابات. ولكن في الأمور الأخرى استعملنا تول، يعني استعملنا السيارة والقطار لنتخطى سرعة الإنسان، وكذلك استعملنا الطائرة كأدوات من أجل أن نطير. فهنا لابد من استعمال أدوات ذكية من أجل التغلب أو فهم أو استخراج قيم من هذه البيانات الضخمة المعقدة لتساعدنا في باختصار شديد. هذا هو الموضوع. الذكاء الاصطناعي هو واحد من هذه الأمور. ما هو الذكاء؟ الذكاء هو القدرة على التعلم ثم إيجاد حل للمشاكل. الذكاء الاصطناعي هو هذه القدرة على التعلم وحل المشاكل، ولكن من خلال الآلة، لأن كما ذكرنا هناك بيانات ضخمة لا نستطيع نحن كبشر أن نتعامل معها. فهذا هو من أجل ذلك خلق أو وجد الذكاء الاصطناعي. بالمناسبة الذكاء الاصطناعي ليس جديداً إخواننا، اليوم كل الناس تتكلم عن الذكاء الاصطناعي، ولكن الذكاء الاصطناعي بدأ في سنة 1956 في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كان ما في إيكو سيستم. الآن في إيكو سيستم، very powerful إيكو سيستم، يعني في عناصر أخرى تساعد الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، الحواسيب القوية، البيج ديتا، الأناليتيك إلى آخره، المشين ليرنينج، ديب ليرنينج، ما كانوا في السابق. يعني أنا كنت أدرس في جامعة في أستراليا في سيدني، الذكاء الاصطناعي في 2001 كان يختلف تماما عن الذكاء الاصطناعي اليوم في القرن في 2021 أو 22. طيب هنا بشكل سريع
بدنا نفهم الموضوع. إخواننا الوقت ضيق جدا، أنا لا أستطيع أن أتكلم بتفاصيل هنا كثيرا، الوقت فيه هناك معلومات كثيرة، خلونا نكون سريعين شوي. ما هو الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي عرفنا عنه. طيب في نسمع عن الذكاء الاصطناعي المشين ليرنينج ديب ليرنينج وديتا ساينس. إخواننا الكرام الترمينولوجي العالمية المشين ليرنينج هو تكنيك أو تكنولوجي داخل الذكاء الاصطناعي، هذا المشين ليرنينج. المشين ليرنينج يستعمل في الاناليتيك، ثم هناك ايضا ما يسمى ديب ليرنينج اللي هو متطور اكثر من المشين ليرنينج مع ديتا معقده مع مشكله معقده اكثر، وهو هو جزء من المشين ليرنينج او نوع من المشين ليرنينج ولكن معقد. طيب الديتا ساينس نسمع عنها كثيرا، الديتا ساينس هو مشترك يعني فيها جزء من الذكاء الاصطناعي المشين ليرنينج ديب ليرنينج، ما في نشرح اكثر من 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 هذا المستوى. طيب هذا الديتا ساينس، خلينا نفهم شو يعني الديتا ساينس. الديتا ساينس يعني عندنا اول شيء لابد من ان تكولكت داتا، يعني بدنا نجيب هذه البيانات اول شيء، ثم لابد من فهم البيانات وتنظيف البيانات واعدادها من اجل ان نبني الموديل، الموديل اللي بده يساعدنا مثلا لحتى نعرف بريدكشن او من هذا القبيل اي شيء نريد ان يعني نريده في المشين ليرنينج او الذكاء الاصطناعي. فهذا بسموه داتا اناليتكس، وبالتالي هنا نفهم شو يعني داتا اناليتكس. هناك فرق بين داتا اناليتك وداتا اناليسس. اناليسس بمعنى شيء بسيط مانيوال البشر ممكن يعملوه، ادوات بسيطه. اما داتا اناليتكس يعتمد على ماشين ليرنينج مينلي وعلى الديب ليرنينج. عندما نطبق نضع هذا هنا نطبق خوارزميات algorithm، نطبق هذه الخوارزميات وهي يعني equation، يعني عبارة عن equation رياضيات معادلات رياضية على البيانات حتى نستطيع أن نتنبأ مثلا بهذا الجهاز هل هو الآن في حالة جيدة أو ربما يحتاج إلى صيانة مثلا. بعد ذلك نستطيع أن نأخذ الفاليو القيمة ونعرض الحل للقياديين من أجل اتخاذ القرار، هذا الديتا ساينس. طيب هذه أيضا في غاية الأهمية، هذا الأناليتكس، هذا الأناليتكس أوكي، هو الأناليتك جزء من الديتا ساينس. طيب الأناليتكس يا أخواننا عنده مستويات مختلفة، يعني مستويات ماتشوريتي. أول واحد هو ديسكريبتيف أناليتك. ديسكريبتيف أناليتك يسمى قديما بزنس انتليجنس، يعني هو ماذا يحدث مؤسستي الآن، ماذا يحدث في شركتي، يعني أمور تاريخية والآن فقط، ماذا يحدث، شو عم يصير، يعني كيف البرفورمانس، كم وضع هذا الجهاز الذي استعمله في المستشفى، كم صورة يأخذ في النهار مقارنة بأجهزة أخرى وإلى غير ذلك، يعني ماذا يحدث. ثم عندما أعرف يعني ممكن أن أبني داشبورد للمدير الكبير أو مدير تنفيذي في مكتبه، يستطيع أعرف ماذا يحدث في المستشفى، كل شيء real data. ثم عندما نعرف ذلك نأتي إلى الأمر الآخر، ماذا يحدث. أوكي هناك machine MRI machine performance عندها أقل من المشين الأخرى، عندي 2 MRI بالمستشفى، واحد منهم عم يعطيني 50 صورة في النهار مثلا، واحد يعطيني 10، لماذا؟ هذا نسمى diagnostic analytic، يخبرني الجهاز بدون أن أتصل بأي شخص لماذا عندنا مشكلة، ما هي المشكلة، تشخيص المشكلة. ثم predictive analytics، هنا يأتي المشين learning. predictive analytics أنا أريد أن أتنبأ بعدد الصور، هذه الـ MRI التي تأخذها، أتنبأ بعدد المرضى، أتنبأ بالأمراض للمرضى، أتنبأ للبيشنت للأشخاص، هذا سيأتي له مرض قلب لا سمح الله، أو سيصاب بمرض السرطان أو بمرض السكري، هذا بريدكتيف. أو أتنبأ بهذه الجهاز سيحتاج صيانة وإلى غير ذلك. بريسكريبتيف أناليتكس هو الجهاز يعطيني الحل، هو عنده مشكلة ولكن الجهاز يقول لي ما هو الحل. أنا عندي performance ناقص 5%، أنا بجي على الجهاز بقول له بدي إياك تعطيني plus 5% زائد 5% وليس ناقص 5%، ماذا علي أن أفعل؟
عندنا يقول للجهاز 1 2 3. هنا يا جماعة في أمر في غاية الخطورة والمهم والأهمية، التوأم الرقمي ديجيتال توين، هذا في غاية الأهمية لكم أنتم كمهندسين أجهزة طبية أو مهندسين هندسة طبية حيوية، لأنكم تتعاملون مع الكثير من الأجهزة. ثم عندنا ما يسمى كوجنيتيف أناليتيك. يا جماعة ما فينا نوصل لهون قبل ما نمشي في ماتشوريتي ليفل، ما فينا تو جامب. اورايت، كوجنيتيف أناليتيك اللي هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو يأخذ القرار دون الرجوع إلى المدير. يعني إذا بدنا نفهمه بهذه الطريقة، مثل السيارة تسير بدون سائق. اليوم في أبو ظبي في سيارات بدون سائق مثل أمريكا. هذه السيارة إذا مر طفل على الطريق، مش هذه السيارة تتصل بالمدير تبع الشركة تقول له في طفل مارق يمر أمامي، هل أتوقف أم أدهس الطفل؟ أكيد لحالها هي ستتوقف. فإذا هناك بعض الكريتيكال ميشن، وكذلك في المسائل الطبية تأخذ القرار بدون العودة إلى المدير، هذا ذكاء اصطناعي. أوكي، فإذا تكلمنا عن هذا الموضوع. الذكاء الاصطناعي تطبيقاته إخواننا بمجالات محلات أماكن مثلا نحتاج كما ذكرت بيانات ضخمة العشر لا يستطيع أن يتحملها، أماكن ربما خطرة. أيضا في الكمبيوتر فيجن، هذا موضوع في غاية الأهمية بالراديولوجي سنتكلم عنه لاحقا، وكثير من المواضيع. تطبيقات منها NLP، NLP اللي هو مثل السيري أو الجوجل هوم، نتكلم مع الجوجل هوم عن يعني كل ما يتعلق بالصوت وفهم الصوت وإلى غير ذلك. تشات بوت ديجيتال توين كما ذكرت، هذا في غاية الأهمية. تشات بوت، ما عندنا وقت للتكلم بالعمق. الكاستمر سيرفيس، أنت تستطيع أن مع تشات بوت تأخذ لون من البنك، كذلك بالمسائل الصحية وإلى غير ذلك. هاند رايتنج ريكوجنيشن، عندنا روبوتكس، عندنا فيس ريكوجنيشن في غاية الأهمية في مجالكم. ريكوجنيشن درون، اوتونوموس درون، اوتونوموس درايفنج كذلك، هذا ممكن يكون في تطبيق للأجهزة الطبية داخل المستشفى، أن تنتقل من مكان إلى آخر بدون بشر، بدون بشر، هذا قادم. alright okay. هذا مثل على الفيس ريكوجنيشن يا اخواننا، اللي هو يطبق على الايمج ريكوجنيشن، ميديكال ايمج ريكوجنيشن، يعني ناخذ صوره اكس راي او ام ار اي ونستطيع من خلال هذه الصوره ان نعرف تو بريدكت ماذا، هل هذا مريض في مرض السرطان او غير مريض والى غير ذلك. اوكي، ذات الماشين ليرنينج، عندنا انواع متعدده، سوبرفايزد ليرنينج او سوبرفايزد ليرنينج. يعني مثلا على سبيل المثال supervised learning، اذا عندي انا عندي data، بيانات، عندي بيانات عن المرضى، هذا الوزن والطول والبلاد بريشر، وكذلك عندي اعرف انه عندهم قلب او ما عنده مرض قلب. اوكي، هذه بيسموها supervised learning، بس طبعا هذه البيانات بتكون ضخمه، وهذا مثل، يعني هناك كثير من المعلومات حول هذا المريض. من هنا عندما أعطي هذه المعلومات، هذه البيانات للألغوريثم معين، هذا الألغوريثم، فهذا يتدرب، يسموها label data، يتدرب الجهاز، يتدرب ويصبح يعرف إذا أعطيناه data جديدة، مثلا أعطيناه data جديدة ما بنعرف، إذا لا نعلم إذا كان عنده مرض قلب أو لا، فاستطيع الجهاز أن يقول لي ربما هذا الشخص 90% عنده مرض قلب أو سيكون عنده مرض قلب في المستقبل القريب. أوكي، هذه بسموها supervised learning. unsupervised learning عندما نملك بيانات ولكن لا نعرف، غير معروف عندنا إذا كذا الشخص عنده مرض أو ما عنده مرض، وليس عندنا ولا نملك هدف من وراء ذلك. في هذه الحالة مثلا إذا عندنا أشخاص من حيث البيانات التي نملكها، نستطيع أن نقسم هذه البيانات إلى قسمين مثلا بناء على المعلومات التي نملكها في من الألغوريثم، بيسموها clustering. نستطيع أن نفصل نقول المرضى إلى مرضى healthy، بيأكلوا healthy food، أكل صحي، طعام صحي، أو يكون junk food مثلا بدون
هذا نستطيع أن نأخذ قرارات بناء على هذه المجموعات التي تملك شيء مشترك. في الديب ليرنينج أخواننا، وهذا الجزء الأخطر في أو الأهم في الذكاء الاصطناعي، طبعاً الذكاء الاصطناعي هو يقلد الإنسان البشري في الارتفيشال نيورال نتورك، يعني يقلد خلايا الدماغ كيف تعمل. فعندنا يعني أمرين في غاية الأهمية. أول تطبيق هو ناتشورال لانجويج بروسيسنج، يعني تطبيق الكلام، تحليل الكلام. مثلاً أنا أود أن أعرف رأي المرضى بالمستشفى، فيكتبون مثلاً لي يعني رأيهم تستيمونيال. هذا تستيمونيال يقول لي، بدل أن أقرأ كل هذا عن المستشفى، عن الفندق إلى غير ذلك، الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يقول لي إن هذه الكتابة جيدة أو غير جيدة، يعني رأي الشخص بالمؤسسة كويس، الفيدباك أو غير كويس. speech recognition، عندما أتكلم والجهاز يستطيع أن يأخذ كلامي ويحوله إلى text. natural language understanding، كذلك فهم ما أقول بعد أن يتحول إلى text، يفهم معنى الكلام، مش فقط تحول إلى text، ماذا يريد هذا الشخص بهذا الكلام. أوكي، هل هو سؤال، هل هو تقدير إلى غير ذلك. ثم بعد أن نفهم، نريد أن نولد كلام مثل السيري، بس نحكي مع السيري. هذا التوليد natural language generation نسميه، أو أيضا natural language translation. يعني أنا أتكلم باللغة العربية الآن، ممكن أن نضع جهاز ذكاء اصطناعي يترجم كلامي أوتوماتيكلي إلى إنجليش. هذا يعني أصبح بسيط، تطبيق بسيط. أمر آخر، كمبيوتر فيجن، وهو في غاية الأهمية لكم أنتم يعني بمجال خاصة الراديولوجي، الأوبجكت ريكوجنيشن. يعني هذا ممكن أن يصور لي وأعرف أنه هذا الشخص عنده قلة أو بحص أو حصى أو إلى غير ذلك. Object classification، نعرف أنه هذه بحصة أو هذه يعني ورم، أو ورم خطير، ورم غير خطير. Image generation، يعني نستطيع أن نأخذ المعلومات ونصنع من هذه المعلومات شكل. Motion detection، هذه ممكن أن نستفيد منها في مراقبة المرضى خاصة الإلدري. Trajectory estimation، هذه تطبيقات ربما في مجالات أخرى. فيديو تراكينج، ايضا هذا في مجال المونيتورينج للمرضى مثلا او للاجهزه الموجوده. والنافيجيشن، نافيجيشن ممكن ان نستعملها كذلك، الاجهزه الطبيه، وان يعني تنتقل من مكان الى مكان في المستشفى بدون اشخاص، هي بنفسها حسب الحاجه واين نريدها والى غير ذلك. اوكي، اذا المشين ليرنينج هو عباره عن بيانات مع خوارزميات، تعطيني موديل من أجل لنقول نتنبأ ببعض المواضيع، وثم هناك evaluation و improvement. أوكي، هذا هو اللايف سايكل تاعها. بمجال الديب ليرنينج أعمق من ذلك، لأن عندنا عدة مستويات intermediate layer نقولها. مثلا أنا أريد أن أعرف هذه الصورة تنتمي لمن، ممكن المرضى، ممكن تصنيف أي أمراض، أو تصنيف من خلال الصور أو الفيديو الطبي أريد أن أتعرف إلى أمراض مثلا. الـ VR and AR كذلك في غاية الأهمية، ممكن أن يفيدني في غاية الأهمية. الطبيب وهو في داخل العملية الجراحية، ممكن بجهاز معين، لا يريد أن يتذكر كل شيء في أي عضو من الجسم الداخلي، ربما هناك في من خلال الكاميرا يتعرف عليه ويعطينا معلومات وتشخيص وإلى غير ذلك. هذا الـ AR Augmented Reality هو يجمع بين الـ Reality وبين الـ Virtual. أوكي، Machine Learning Workflow أخواننا، وقت بدنا نريد أن نضع حل مشكلة من خلال البيانات والخوارزميات كما ذكرت، لابد من فهم المشكلة من ناحية البزنس أولا، ثم نجمع البيانات ونفهم البيانات وننظف البيانات ونعدها من أجل بناء الحل أو الموديل. أوكي، هذا أمر مهم
ثم الأمر الثالث، عندما المرحلة الأولى formulate the problem، يعني تأليف المشكلة أو كيف يمكن أن نحل هذه المشكلة في مجال معين، أوكي؟ فهذه المشكلة أولاً علينا أن نفهم هل نستطيع أن نطبق أو هل هناك فائدة من تطبيق المشين ليرنينج أو الديب ليرنينج بهذا الموضوع. فهناك ما يسمى identify why the problem must be solved، أولاً لماذا أريد أن أحل هذه المشكلة، أولاً ما هو الهدف من ورائها. أنا لا أفعل أطبق الذكاء الاصطناعي من أجل الذكاء الاصطناعي، لأنه يحل مشكلة، أوكي؟ ثم لابد من معرفة background حول، يعني provide background information that will help to solve the problem. لابد من معرفة معلومات حول الموضوع من أجل أن تساعدني أن أحل هذا الموضوع. ثم الموضوع الأهم، هل هناك فائدة أو هل هذه المشكلة فعلا يناسبها الحل بمجال الذكاء الاصطناعي والمشين ليرنينج؟ ربما هذه المشكلة نستطيع أن نحلها ونضع نجد حل لها من خلال تكنولوجيا غير الذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي ربما هو حل رهيب ومهم وخطير، ولكن ربما بعض المشاكل لا تحتاج إلى ذكاء اصطناعي ومشين ليرنينج، أوكي؟ في هذا يعني بعض اليوز كيسز في مجالنا، مثلا فينا نستعمل الكمبيوتر فيجن خاصة للصور لحتى نحدد او نشخص الامراض، اوكي؟ فينا نستعمل ايضا الذكاء الاصطناعي لنعطي افضل الحلول، افضل انواع العلاج من بين البيانات الضخمة التي أملكها عن مرضى سابقين داخل مستشفيتي أو مستشفيات أخرى، أستطيع أن أشخص بناء على تجربة قديمة وأعطي التشخيص المناسب، وأيضا أعطي أفضل العلاجات من خلال خبرة قديمة، ليست خبرتي أنا وإنما خبرة البيانات الضخمة التي أملكها. وهناك أمور كثيرة عديدة، repetitive overwhelming task RPA مثلا ممكن يساعدني، robotic process automation. هناك فرق بين الأوتوميشن والذكاء الاصطناعي. Enhanced research for new treatment كذلك الذكاء الاصطناعي يساعدني كثيرا، أخواننا مثل الفاكسين تبع الكورونا، الذكاء الاصطناعي ساعد بشكل كبير جدا كيفية الوصول إلى الفاكسين، هذا معروف. surgical procedure حتى في الصين، ما معنى وقت حتى نذكر كل الموضوع، من خلال الكاميرات الذكية أكثر من 500 مليون كاميرا في الشوارع، نستطيع أن نعرف من التقى بمن، وبالتالي إذا شخص عنده كوفيد نستطيع أن نعرف بمن التقى في الأسبوع الماضي أو يوم معين. هذه الكاميرات تعرف الأشخاص داخل الشوارع، تعرف الID للبرسن من خلال system called social credit system إذا سمعين عنه. هنا طبعا يعني موضوع طويل لا يتسع الوقت، كيفية وصول شبك السيستم داخل المستشفى، electronic medical record، pharmacy information system، practice management system، lab information system، CPOE، CPOE، RIS، CDSS، PACS، وعنهم بالPACS لا شك مربوط عبر الدايكوم بكل الموداليتي الموجودة. بمجال الراديولوجي بشكل سريع، كما تعلمون هناك مشكلة كبيرة في الراديولوجي، والذكاء الاصطناعي يحل مكان الراديولوجيست، يعني ما لسنا بحاجة إلى راديولوجيست أطباء، يعني أطباء راديولوجي anymore. فعندنا مثلا diagnostic error play role in up to 10% of patient deaths، 10% من patient deaths بسبب عندنا مشكلة بمجال التشخيص الراديولوجي. صار لنا ساعة، يمكن خلينا ناخذ 10 دقائق حتى نكمل. عندنا 20 مليون راديولوجي ريبورت كونتين كلينيكال سيجنيفيكانت ايرور، عندنا 2 على 3 يعني ثلثي بوبوليشن تبع العالم الكرة الأرضية حوالي 5 مليار ما عندهم أكسس لراديولوجي
specialist. اوكي، فاذا عندنا مشاكل وعندنا 15% ايرور والراديولوجيست يعني مع احترامنا للاطباء الراديولوجي يحتاج الى نصف ساعه من اجل تشخيص صوره واحده وكتابه التقرير. الذكاء الاصطناعي اليوم يستطيع ان يشخص الاف الصور الطبيه وكتابه التقارير في دقائق وادق من الدقه، ادق من اهم طبيب اشعه مع احترامنا للاطباء، لانه يعتمد على كميه هائله من البيانات ومن الصور القديمه وخبرات قديمه. اوكي، يساعد ايضا في higher image quality with less data كما نلاحظ modality، أي modality MRI CT scan، فنستطيع أن نرى مع AI هذه الصورة أوضح، أوكي، مع أقل بيانات وبالتالي أقل إشعاعات وسرعة التشخيص shortening scan time مع الذكاء الاصطناعي، لأنه يساعدنا في processing تبع الإيميج بشكل أفضل. يعني أكيد الطبيب سابقاً كان يعتمد على خبرته الشخصية ومن أي جامعة تخرج، أما الآن يعتمد على الديتا، الإلكترونيك ميديكال ريكورد، الجينوميك، الديفايسز، السنتر، الكلينيكال براكتس جايدلاين، يعني تعرفوا الكلينيكال براكتس جايدلاين آلاف الصفحات، هذا الطبيب مش هيحفظ كل شيء، ولكن الآن مع التكنولوجي يستطيع الارتفيشال انتليجنس ان يذهب الى مش فقط كلينيكال براكتس جايدلاين، معظم او كلهم، ويستخرج داتا من بي دي اف فايل ب مايكرو سكند. اوكي، ياخذ كل الريسيرش عندنا كل يوم الاف 600 ربما بيبر بمجال الطب ينشر، ما اي طبيب يستطيع ان يستوعب كل هذه الابحاث الجديده. فإذا كل هذا مع السوشيال نتوركينج، الجهاز يستطيع أن يشخص ويداوي بشكل دقيق جدا ومهم وفي غاية الأهمية. موضوع في غاية الأهمية أيضا الـ IoT Internet of Things، يعني للأطباء أو للمهندسين الذين يديرون هذه الأجهزة الطبية الموداليتي بوصلها بشكل إنترنت الأشياء. كما نعرف هذه IoT devices، كل الأجهزة الطبية الحديثة اليوم تعتبر IoT devices، يعني ممكن ربطها بـ IoT hub بشكل ترسل داتا عن المريض أو عنها، ترسل نوعين من الداتا عنها، خلينا نبدأ عنها هي بشكل نعرف متى نريد أن نرسلها للصيانة، لأنه عادة هذا الجهاز بقدر ما يعمل بقدر حسب الوقت، يعني الطريقة القديمة يسموه time based، نستطيع أن نقول أنه والله كل 20,000 ساعة أو كل 6 أشهر لازمها صيانة، ولكن ممكن أن نفتحها ونعطلها عن العمل ثم نجد أنها صالحة للعمل. إذا كان وضعنا سنسر داخل هذه المشين وترسل data بشكل دائم إلى الـ IoT platform، IoT platform تقوم بالاناليتكس والذكاء الاصطناعي، ثم نستطيع أن نعرف إذا كان هذا الجهاز يحتاج صيانة أو لا، أو ممكن أن نرسل لها بشكل أوتوماتيكي ذكاء اصطناعي لتغيير بعض الكونفيجريشن داخلها للحفاظ على البرفورمانس. أوكي، فهذا في غاية الأهمية ويسموه Asset Performance Management. Asset Performance Management معروف جداً، وهو يبدأ من connect the devices, get inside and optimize. ممكن جهاز معطل، جهاز يحتاج إلى صيانة، فيعمل optimization بشكل يأخذ the best of the current situation. شو أفضل شيء في ما أملك الآن. Okay. وهذا أيضا لا شك monitoring, asset life management إلى غير ذلك, predictive maintenance، وهذا في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، يعني خاصة للأجهزة أو طبعا كل المستشفيات عند هذه الأجهزة الطبية، أن ننتقل هذا في غاية الأهمية، time based maintenance إلى condition based maintenance، يعني كل 20 ساعة أو كل 6 أشهر أو كل سنة نحتاج إلى صيانة، نذهب إلى الصيانة، نعطل الجهاز، نعطل البرودكتيفيتي، ونجد أن الجهاز هذا لا يحتاج إلى أي صيانة. فما بالك إذا وضعنا هذه السنسور داخل هذا الجهاز، عشرات السنسور من 20، 40، 50، كل ما أود أن أعرفه
أموره جيدة تعطيني ديتا، تذهب إلى IoT platform. IoT مش فقط أخذ الديتا، أخذها وتحليلها ومعرفة إذا كانت جيدة وإلى غير ذلك. كذلك هذا الجهاز بدنا تنتقل إلى condition based maintenance, predictive maintenance. يعني أنا أفتح الجهاز وأرسله إلى الصيانة فقط عندما يحتاج. وهناك فوائد عديدة أخرى. كذلك نشوف الوقت، يعني على وشك أني أنتهي تقريبا 5 سلايد وأنتهي. الوقت ممتاز أظن، يعني استبدنا 3 دقائق أو 5 دقائق أنهي كلامي. كذلك البيانات المرضى، عندما أخذ هذه البيانات وتذهب إلى IoT platform وتقارن ببيانات مرضى سابقين آلاف بل ملايين، نستطيع التشخيص والراديولوجي بشكل بذكاء اصطناعي دون الرجوع إلى طبيب الأشعة. طبيب الأشعة يستطيع أن يتدرب على قيادة هذه الأجهزة، قيادة هذه الأجهزة. ربما البعض يسألني أوكي، إذن هذه التكنولوجيا ستساهم في البطالة. هذا غير صحيح. تساهم في البطالة للناس الكسالة. إذا كنت إنسان كسلان أجلس في الكونفورت زون عندي ولا أريد أن أتدرب على أمور جديدة وأتعلم أمور جديدة، نعم سأخرج من العمل بشكل طبيعي. ولكن إذا كنت إنسان عندي المايند سيت الحقيقية، أدرب نفسي على أمور جديدة، التكنولوجيا تساعدني أن أكبر وأكبر البزنس والجروث. ولا شك هناك بعض المهن مثل الراديولوجيست ستختفي أكيد، ولكن نفتح المجال لأمور أخرى. يعني مثل الـ ATM في البنوك، هل هي ساهمت؟ طبعا عندنا موظفين في البنك، عندنا موظفين، ولكن هذه الـ ATM ساهمت مثلا على سبيل المثال، ساهمت في أن نكبر إنتاج البنك، نفتح فروع أخرى بأقل موظفين. ولكن هناك يعني مجالات للعمل أخرى، أكيد هناك بعض الأعمال ستختفي ولكن هناك بعض الأعمال ستأتي. هكذا يجب أن نفهم الأمور. أعطي كيس أخيرة يا جماعة. هذه تطبيق أنا شاركت فيها منذ أكثر من 5-6 سنوات عن العناية المركزة للأطفال الخدج. هذه دراسة، يعني كما تعلمون هذا الجهاز المونيتورز مع الـ يعني موصول يستطيع أن يعطينا أكثر من 40 قراءة عن SPO2، نسبة الأكسجين بالدم، دقات القلب وإلى غير ذلك. أوكي، ولكن للأسف في أفضل المستشفيات في العالم تأتي الممرضة أو الممرض يأخذ بالساعة الواحدة مثلا ما نسبة SPO2 أو الهارت ريت في الساعة، علما يعني. ولأن المشكلة أن ستورج لهذه هذه من شركة محترمة، ستورج هو 72 ساعة ماكسيموم، بعدين يمحي القديم ويسجل الجديد. الحقيقة أننا نقتل هذه الأطفال بهذه الجهل منا أو ضعفنا بامتلاك تكنولوجيا قوية. أنا ساعدت وكنت جزء من هذا المشروع مع بروفيسوري في أستراليا وكندا. الحقيقة عندنا الهارت بيت يا أخواننا يسجل 7800 داتا بوينت في الساعة الواحدة. نحن نأخذ واحد منهم، من أصل 7800 نأخذ داتا بوينت واحدة. كذلك البريذنج، كذلك الـ SPO2 3600 بالساعة نأخذ واحدة. نحن ماذا فعلنا؟ أخذنا كل هذه الداتا ووضعناها على جهاز على الكلاود مع IoT بلاتفورم وذكاء اصطناعي، وطبقنا هذا المشروع على NICU Neonatal Intensive Care Unit لعناية مركزة للأطفال الخدج من مستشفيات في كندا، في أستراليا، في الصين، في USA. وكنت اصلا اريد ان اطبقه على 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 مستشفيات في السعوديه، ولكن يعني حصل بعض التاخيرات ولم نستطع ان نطبقه في السعوديه حقيقه. المهم هذا ياخذ هذه الداتا التي ذكرتها، ياخذ هذه الداتا كلها عن كل طفل خدج، 7800 داتا بوينت بالساعه فقط للهارت بيت، 3600 داتا بوينت عن SPO2 في الساعة. يعني يأخذ كل الديتا الممكنة، أوكي؟ مش فقط ديتا واحدة أو بيانات واحد في الساعة، ويرسلها إلى السيرفر على الكلاود ونحللها
واعتمدنا بعض الريسيرش الكلينيكال ريسيرش من اطباء عبر يعني عشرات السنين، واستطعنا من خلال ذلك ان نعطي اليرت لطبيب العنايه المركزه اذا كان نستطيع ان نتنبأ 12 الى 24 ساعه قبل ان ياتي الانفكشن الى هذا الطفل الخدش. كما تعلمون اذا اتى الانفكشن على الطفل الخدش سيموت او سيكون معطوب في كل حياته. فاذا استطعنا ان نتنبأ ان هذا الطفل سياتي انفكشن 12 الى 24 ساعه يضعه الطبيب على الانتيبيوتيك. طيب ممكن احد يقول لي طيب اذا اعطيناه انتيبيوتيك على طول نقتله اصلا حتى للكبير اذا اعطيناه انتيبيوتيك، وعندنا مشكله في العالم العربي اطباءنا معظمهم يعطوا انتيبيوتيك بدون انتباه فيقتلون الاميون سيستم حتى للكبار، فما بالك بالصغار. هذا يعني احدى التطبيقات كيف وربما له علاقه بطريقه او باخرى مع مجالكم انتم. فاذا في النهايه اخواننا الكرام، كما ذكرت لابد من كل الاشخاص العاقلين ان يستثمروا في انفسهم في البدايه في تدريب انفسهم على التكنولوجيا الرقميه شو ما كان مهما كان اختصاصك. لابد من ان تفقه، يعني مثل اليوم هل يوجد انسان في الكره الارضيه لا يعرف مايكروسوفت اوفيس مثلا؟ واصبحت المعرفه الرقميه هذه معرفه لكل الناس. لابد، ليس بالضروره ان نذهب الى تكنيكال، ولكن يجب ان نعرف كل تكنولوجيا، ما اهميتها، ما هي الفائده، ما هي القيمه التي تضيفها لاي مجال من مجالات الحياه، ونساهم في انفسنا ثم مؤسساتنا حكوماتنا من اجل ان ننهض. وهي فرصه ذهبيه للعالم العربي ان يتقدم بشكل سريع حتى يسبق بعض الدول المتطوره اذا استثمرنا في هذا المجال. ولكم مني جزيل الشكر، ان شاء الله ان تكونوا قد يعني استفدتم من هذه المحاضره، والان ناتي الى الاسئله. شكرا جزيلا لكم. الله يعطيك العافيه بروفيسور سمير، صراحه معلومات قيمه وشيقه، وكان فيها يعني بشكل واضح جدا كيف الارتفيشال انتليجنت موجوده بشكل عام، وكيفية تطبيقها أو إسقاطها في عدة أبليكيشنز أو في عدة مجالات من ضمنها المجال الطبي أو الأجهزة الطبية، وكيفية مساعدتها في عمليات التشخيص وعمليات العلاج وعمليات الرقمنة لبعض الديتا الموجودة في الأجهزة الطبية كديتا كبيرة جدا. فالله يجزاك كل خير على المعلومات القيمة هذه. ممكن نفتح مجال الأسئلة في خانة الـ Q&A، رجاءً ما حد يكتب في خانة الشات، في خانة الـ Q&A عشان نقدر نرتب ونقدر نجاوب الأسئلة. كان في أسئلة كثير جداً متكررة في موضوع الشهادات، رجاءً أنا أرسلت في الشات الروابط وملاحظات كاملة على موضوع الموضوع هذا، وتم ذكره في بداية المحاضرة، فنبغى نركز على الأسئلة اللي تخص المحاضرة والبروفيسور سمير لو تكرمتوا. طيب كان في اسئله دكتور مادن، انت يوضح عندك الكيو اند اي. بدك اقرا او احاول اجاوب عليها بشكل سريع، في عندنا 16 سؤال تقريبا يمكن 18. نعم صحيح. طيب اسيا شهاب، انا دكتور، انا مهندس طب حيوي التخرج، ممكن تنصحني بالبرامج التي بايثون اي ال؟ طيب اخت اسيا، الموضوع كل انسان منا يجب ان يرسم خطه لنفسه، ماذا اريد ان افعل في المستقبل؟ هل اكون داتا ساينتست؟ ممكن طبيب يعني طب يعني بمجالكم بايوميديكال انجينير، ممكن ان يكون داتا ساينتست. ولكن بدنا نعرف يعني حضرتك اذا انت بدك تكوني داتا ساينتست بمجالك، انا بنصحك تتعلمي بايثون. اوكي، بايثون هي برمجه، ولكن لابد ايضا من الالجوريثم. اوكي، يعني هذه التكنولوجيا يعني التقني، هذا بده يعمل داتا ساينتست. هلا ما بده يضل هو مهندس بايوميديكال انجينير ويريد ان يفهم كيف نطبق، ممكن الكورسات اللي اعطيتك اياهم هذه تكفي. اوكي، فاذا كل انسان بده يعرف في اي مجال، هل هو بده يروح تقني او مش تقني، ولكن في كل الاحوال لابد من ان يفهم على مستوى الليدرشيب عن التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية. هذه نصيحة. أوكي، فإذا هذا كيف محتوى اللقاء بعد اللقاء هذا تدرسونه مع المهندس حاتم، لأنه ممكن أن يعتمد الطبيب ويتأثر بايسين، كيف يمكن حل مشكلة الانحياز؟ نعم، هذا موضوع الحقيقة أستاذ أنس،
موضوع قصة البايس معروفة، وضعت كم سلايد ولكن محوتها لديك الوقت، شايفيني أنا عم أسرع كثير لأنه الوقت ضيق. هذا موضوع في غاية الأهمية، البايس. يعني نحن وقت بدنا نستعمل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي بدنا ناخذ بيانات. إذا أخذنا بيانات بشكل غير ممثل للحقيقة تصبح بايس. مثلا خلينا نقول بدنا ناخذ بيانات عن المرضى، وهؤلاء المرضى في أناس ورجال. إذا أخذت فقط بيانات عن الرجال فإذا عملت بايس، فده لابد ما أكون يمثل الرجال والسيدات حسب نسبة وجودهم. يعني مثلا إذا في الولايات المتحدة الأمريكية موضوع عن قصة الأفريكان أمريكان والوايت أمريكان، طيب بدنا نشوف قديش نسبة لنقول عن المرضى بمستشفى، قديش نسبة الأفريكان أمريكان من الوايت أمريكان، ولابد ما أخذ نفس نسبة الديتا من الأفريكان أمريكان ومن الوايت أمريكان. فإذا الديتا عندي لابد من أن تمثل الحقيقة. هذا موضوع في غاية الأهمية، البايس. نعم، هذا موضوع معروف وله قوانين. طيب، في مجال الذكاء الاصطناعي هنالك دائما مجال للخطا بالتكتيم، وهذه شيء مرفوض تماما في الطب. كيف يمكن نجمع نعم، الخطا موجود في كل شيء، ولكن هذه الاجهزه قبل ان يعني توضع في العمل لابد من اخذ يعني موافقه المؤسسات الدوله، فاذا مثل في امريكا FDA ولا غير ذلك. اخواننا يعني في البدايه اكيد في اخطاء، ولكن كثير من المراقبة وكثير من يعني المراجعة يصبح هذا الجهاز أهم من البشر بأضعاف الأضعاف كما ذكرت. والآن الذكاء الاصطناعي يحل مكان الراديولوجيست. يعني الراديولوجيست إنسان، بشر خبرته محدودة وبينسى الإنسان. مثل قضية السيارة بدون سائق، لماذا نتجه للسيارات بدون سائق؟ لأن السيارة سائق عليها سنسرز وعليها كاميرات تفوق قدرة الإنسان. الإنسان ربما مشغول، عنده المسؤول عنه في العمل يعني زعل منه، زوجته أو زوجها في البيت في مشكلة، أو نقرأ الواتساب وإلى غير ذلك. إخواننا، أما التكنولوجيا بس توصل لمرحلة متشور أقوى من البشر بكثير. فإذا هذا موضوع مفروغ منه. How can we damage the machine learning? How can we damage the machine learning and deep learning? By other words, how can we use CNN and traditional machine learning technique? يعني عم حاول السؤال، how can we damage the machine learning and deep learning؟ يعني كيف ننزعهم، نضربهم؟ ما فهمت السؤال، كيف يعني؟ By other words, how can we use CNN and traditional machine learning technique؟ المشين ليرنينج كما ذكرت هي أوسع من CNN، لنقول Convolutional Neural Network. Convolutional Neural Network CNN هي فقط للإيمج ريكوجنيشن، أوكي؟ للإيمج ريكوجنيشن، للصور في المجال الطبي مثلا أو أي صور. المشين أضعف، والـ CNN يعني هي Deep Learning، تكنيك للديب ليرنينج، هي جزء من المشين ليرنينج، جزء وأقوى. وعندما يكون هناك بيانات أكبر ومشكلة معقدة. يعني أخواننا، في مجال الصور نعتمد على CNN، Convolutional Neural Network، اللي هي تكنيك أو ألغوريثم من Deep Learning. أوكي، فإذا هذا موضوع جوابنا عليه. أود أن أشوفكم لو كان في شخص عنده مركز تدريب أكاديمي محلي، ما هي الخطوات من التحول إلى الرقمنة؟ وما هي الدورات المهمة للخطوة؟ أوكي أخوانا، يعني أنا أتعامل مع كثير من مراكز التدريب الكبرى عالميا ومحليا. يعني يكفي، يعني إذا كان بدنا نعمل تدريبات في مجال الرقمنة، عندنا مثل ما قلنا التحول الرقمي، وعندنا التكنولوجيا الرقمية، يعني ذكاء اصطناعي، بلوكتشين، IoT، كل هذه دورات تأتي في مجال تدريب التكنولوجيا الرقمية. Want to say thank you for your time. Thank you for country, region Lebanon. You're welcome. فعنا أيضا very important data. Thank you. What can I do with my mechatronics engineering? أخواننا الكرام، كل مجالات الحياة فينا نطبق التكنولوجيا الرقمية. مثلا ميكانيكال انجينير، كيف ممكن هذا الشخص أن يربط نفسه في التكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الرقمي؟ من خلال السنسرز، من خلال IoT، من خلال الديجيتال توين. محامي، إنسان محامي، كيف يمكن أن يعمل مع التكنولوجيا الرقمية؟
المحامي علي أن يتعلم عن العقود الذكية بالبلوكتشين مثلاً. إنسان يعمل في الفارم، في المزارع، عليه أن، لأنه هذا مربوط بالسبلاي تشين، فإذا مربوط بالبلوكتشين مثلاً، يعني في كل مجال كما ذكر، أي مجال هناك بيانات، هناك تكنولوجيا ركبية في أي مجال كان. ممكن تعيد الرابط، عفواً، أي رابط، رابط ال، هلا بضع الرابط، يمكن الرابط تبع الترخيص وضعناه وسنضعه أيضا مرة أخرى. أوكي لحظة. أوبس. أوكي الرابط، أظن هذا هو الرابط، هذا الرابط للترخيص. طيب أسئلة أخرى. يعطيك العافية دكتور. هل يوجد مجالات توظيف في الإنسان؟ نحن حتى يعني الإنسان، أنت كمهندس بايوميديكال إنجينير، هيك حاف كما يقال بالعامية، حاف يعني فقط مجالك، يمكن في كتير منافسة. أما عندما تميز نفسك، عندما تأخذ دورات في مجال إنترنت الأشياء، في مجال الديجيتال توين، لأنه مجالنا مجال الأجهزة، المستشفى هي غنية بالأجهزة، وعندما توجد أجهزة يوجد إنترنت الأشياء، ويوجد Asset Performance Management، ويوجد Predictive Maintenance، ويوجد Digital Twin. فإذن أنا عندما أطور نفسي وأكتسب مهارات وقدرات جديدة، أصبح أفضل من غيري بكثير، من أجل أن أجد وظيفة محترمة في مستشفى أو في قطاع محترم، لأني واكب العصر. فهذه المستشفيات والمؤسسات تحتاج لناس في هذا الموضوع. طيب And we apply AI for medical image processing for brain tumor detect. Of course. هذا اللي كنا عم نحكي عنه. طبعاً. طبعاً. ما نحن شو هو الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي نعطيه صور طبية سابقة، ومعروف أن هذا مريض أو غير مريض، ونقول للذكاء الاصطناعي هذا مريض هذا غير مريض. بآلاف وملايين الصور يصبح الذكاء الاصطناعي ملم بكل هذه التفاصيل. بقدر ما نعطيه صور، بقدر ما يعرف أكثر. صور عديدة وملايين. الطبيب الأشعة يعتمد على خبرته هو، الصور اللي هو مرت عليه. أما الذكاء الاصطناعي يعتمد على كل صور المستشفى، بل صور من خارج المستشفى، بل صور عالمية، تساهم في بناء هذه المعرفة الدقيقة والمهمة. خلال الأعمال الماضية انتشار وباء كورونا وما رافقه من إغلاق قيود أهرت حاجة غير متوظيف تقنيات الذكاء الصناعي من تطبيقات الطب، خصوصا في مجال اكتشاف الأمراض وتشخيصها. دكتور لاسوم، فهل يمكن أن نصل قريبا لما يمكن أن نسميه الاستغناء عن دور الطبيب لصالح أجهزة تستطيع تشخيص الأمراض بشكل ذاتي، بحيث يحصل الطبيب على تشخيص ذات؟ يعني نسير في اتجاه يا أخوانا. هلا لا نقول نحن الأمور تتغير بشكل سريع. الآن لا نريد أن نقول سنلغي دور الطبيب، بل سنساعد الطبيب. الطبيب سيكون قائد تكنولوجي. التكنولوجيا تذهب، يعني عندي أنا سلايدات كيف تقتحم التكنولوجيا كل الاختصاصات. فلابد لنا من أن نفقه في هذا المجال. فإذا نحن نقول لا نريد أن نلغي دور الطبيب أو دور يعني حاليا أو بالسنين القادمة بشكل كامل، بل ربما في المستقبل، يا نعم، ربما هناك كثير من المهن ستختفي، ولكن في الوقت الحاضر هذه التكنولوجيا تساعد الطبيب أو تساعد المهندس أو تساعد يعني مثلا عندي يعني بنت صغيرة قالت، يعني عمرها ربما من سنوات، قالت لي مرة أنها تريد أن تقود سيارة عندما تكبر. فقلت لها عندما تكبرين لا تحتاجي أن تقودي سيارة. هذا بدأ. فإذا يعني قائد سيارة ربما بعد 20 سنة أو 30 سنة لا نحتاج أحد أن يقود سيارة. فالتغييرات قادمة لا شك في جميع المجالات. الذي اهتم به كمهندسين أجهزة طبية learning path ما هو؟ أوكي. فإذا كما ذكرت مهندسين طبيين، كل المهندسين الطبيين، هذه الكورسات اللي أعطيتكم عليها أخوان الكرام مهمة لأي شخص، هذه الألفابات. أوكي. سواء أنت
يعني شو مكان عمله؟ ربما بعض المهندسين الطبيين ربما يحول نفسه إلى Data Scientist بمجال الهندسة الطبية. Data Scientist. فهو يتجه في أن يتعلم الخوارزميات ويتعلم بايثون ويتعلم ذكاء اصطناعي وماشين ليرنينج، ممكن يكون هوايته حسب الشخص، خاصة للشباب الصغار. على واحد عنده خبرة طويلة يعني لا أجد فائدة من ذلك، يكون قائد فريق Data Scientist أو AI Expert، بس يعني ما بقاته صغير حتى يرجع يتعلم تكنولوجيا. هذه للشباب الصغار ربما، أظن ربما هو يريد أن يتجه بهذا الاتجاه. فإذا كطبيب أجهزة طبية في مجالات متعددة ومتنوعة علينا أن نعرفها وفي أي اتجاه نتجه. فذكرت بعض منها. دكتور ممكن نقترح عنوان بحث دكتوراه في تطبيق الذكاء الاصطناعي؟ طبعا ممكن، بس هو مجال واسع جدا، يعني ممكن لابد من سؤال. هو دكتور ممكن تقترح عنوان بحث دكتوراه في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الأجهزة الطبية؟ في كثير طبعا، في كثير، بس طبعا هذا عنوان كبير، بدنا عنوان صغير. يعني نذهب، علينا أن نعمل literature review. يعني أنا ما بدي جاوب هلأ هيك بشكل ارتباطي، بدنا نعمل literature review. كل الناس اللي تبحث في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الأجهزة الطبية، ونأتي بأمر جديد مكمل أو يعني extension بما يجري من أبحاث هنا. مثلا digital twin في الأجهزة الطبية، هذا موضوع من أهم المواضيع في العالم، وتطبيق الـ IoT وإلى غير ذلك في كثير. طبعا طبعا هذه كل عناوين يعني جديدة. هل فكرة ضبط حساسات في الأجهزة الطبية للصيانة دارجة حاليا؟ طبعا دارجة، طبعا دارجة، طبعا حساسات داخل الأجهزة الطبية من أجل ربطها كـ IoT. فإذا أنا كنت كمهندس أجهزة طبية ولا أملك المعرفة في ذلك، وتأتيني شركة تبيعني هذه الأجهزة بدون أن أعرف أن هذه توجد حساسات أو لا، فأنا بدي أعرف في المستقبل. هذه الشركات الكبرى تستغل جهلي بهذا الموضوع. نعم طبعا من سنين، ولكن بدنا وعي فيها وبدنا خطة. أنا بدي أشتري جهاز فيه حساسات ولا أستعمله كأي أو تي، بكون دفعت فلوس زيادة ولا أستخدمه. فإذا لابد من أن يكون عندي خطة للأسيت بيرفورمانس مانجمنت. أنا كنت أشتغل فيها في جي إي من 2013، أسيت بيرفورمانس مانجمنت على الأويل انجاس، على الأجهزة الطبية إلى غير ذلك. فإذا لابد من التنبه لهذا الموضوع. وهل ستعمل على توفير الوقت؟ طبعا على توفير الوقت، كما ذكرت عن الصيانة تايم بيس إلى كونديشن بيس والأوبتيميزيشن، وإذا كان يعني to avoid any طيب، في كتير طبعا توفير في الوقت والجهد وإلى غير ذلك. كيف حضرتك أبدا؟ ما هي الكورسات ونقطة البداية اللي أبدأ؟ نقطة البداية أخوان، إذا هول الكورسات، أنا والله مش عم أعمل دعاية لكورسات، ولكن هذه الكورسات يأخذها الكثير من القادة، قادة الشركات الكبرى، من شركات أوراكل وشركات ديفنس في الولايات المتحدة وفي أمريكا وفي كندا وفي أستراليا وفي الدول العربية. هذه الكورسات يا أخواننا عندما تؤخذ يعني تغير مسار الحياة عند الإنسان، تغير مسار حياته، تعطيه معلومات يعني ما كان يعني ممكن تشوفوا ممكن تشوفوا التستيمونيال وتشوفوا يعني في عشرات بل مئات آلاف، أصبحنا بالآلاف الذين أخذوا هذه الكورسات لأنها designed for leaders. أوكي، فأنا أنصح بهذه الكورسات لأنها كورسات، يعني إذا ذهبنا لكورسيرا حتى لو كانت مجانية، المشكلة أني لا أعرف السكوب، هل تكنيكال مش تكنيكال، وكل كورس بيعطي تكنولوجيا واحدة، بينما هذه الكورسات تعطيك كل شيء تحتاجه كمدير وليس كتقني، يعني مصممة لذلك. لأني كنت في شركة جنرال إلكتريك وكنت أرى الناس اللي يقودون يعني الرقمية، التحولات الرقمية والتكنولوجيات الرقمية، ولا يفقهون في هذا الأمر من شيء. فوجدت حاجة في حتى بالشركات الكبرى من أجل أن يعني نساعدهم في هذا المجال. في أسئلة كثيرة، هل في طريقة علمية واضحة لتحديد ما إذا كان الحل؟ لو في مجال نأخذ كمان سؤالين إضافية عشان الوقت. تفضل تفضل.
تفضل بس تفضل. تفضل اختار السؤالين إضافية بس طيب، عشان لأنه نبقى في نفتح. أعداد هائلة من يا الأسئلة، صحيح بس يعني صحيح صحيح هل في طريقة علمية واضحة لتحديد ما إذا كان الحل الأمثل للمشكلة هو عن طريق الذكاء الاصطناعي؟ هذا سؤال مهم أستاذ عبد المحسن، وأنا ذكرته قبل أن نستثمر في وضع حل عن طريق الذكاء الاصطناعي للمشكلة، علي أن أعرف هل هذه المشكلة يفضل أن تحل عن طريق الذكاء الاصطناعي، يعني ماشين ليرنينج أو ديب ليرنينج، أو عن طرق أخرى. هل هناك طريقة علمية؟ يعني ليس هناك يعني يس أو أور نو. عندما ندرس الذكاء الاصطناعي وندرس المشكلة، نعرف هل هذا يناسب، ثم يكون هناك بزنس كيس. يعني بدي أشوف أنا كمية الانفستمنت، كم من الفلوس علي أن أستثمر، وكم ROI. هذه بزنس كيس كما تعلمون. هل هذه تناسبني؟ أو ربما هناك طريقة لحل هذه المشكلة، مثلا RPA يا أخواننا، Robotic Process Automation. معظم الناس تخلط بين الأوتوميشن والذكاء الاصطناعي. ممكن RPA يحل المشكلة أسهل بكثير من الذكاء الاصطناعي. ممكن برمجة عادية، حسب نوع المشكلة. عندما تكون خبير في هذا المجال تستطيع أن تعرف إذا كان يناسب الحل عبر الذكاء الاصطناعي أو لا. فلا بد من المعرفة والخبرة والمهارات في هذا المجال. أوكي، السؤال الأخير، هل يمكن إهمال الجانب البشري واعتماد الآلة فقط، وخصوصا في الجانب الصحي، وأغفال أنه يمكن تعطل الآلة ولا بد بمراقبة؟ أكيد إخواننا، نحن لا نقول أن نضع الآلة وهناك من يراقب الآلة. الآلة عندها قدرات لا يستطيع البشر أن يعتمد عليها، عفوا، لا يستطيع البشر أن يقوم بها، وذكرتها. ولكن الآن ممكن هذه الآلة والآلات والأجهزة أن يكون هناك طبعا مراقبة عليها، تعمل بشكل صحيح أو لا تعمل. يعني الآلة والإنسان يكملون بعضهم البعض. أوكي، لا، هناك جانب بشري طبعا، أوكي، على الأقل في الوقت الحالي. طيب أوكي، هل انتهى الوقت مهندس حاتم، ولا بناخد مزيد من الأسئلة؟ أي أيوة والله صحيح انتهى الوقت. أنا عارف الأسئلة كثير جدا، وتبقى كمان أسئلة كثير وقاعدة تزيد ما شاء الله تبارك الله، لكن إحنا نضطر، آسفين إنه لازم ننهي المحاضرة عشان نلتزم بالوقت، وإن شاء الله يكون في لقاءات أخرى يكون فيها برضو أكبر إجابة ممكنة على الأسئلة بالنسبة للسائلين والحاضرين. نعم. فإذا في عندك أي تعليق بروفيسور سمير قبل الختام؟ والله هو يعني نصيحتي لكل الأخوة، أنا من خلال تجربتي واحتكاكي بالشركات الكبرى في الشرق الأوسط، ومعظم الشركات موجودة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وباقي الدول العربية، أهم نصيحة أن نطلع على ما يجري في العالم، وخاصة في مجالنا، وكيف هذه التكنولوجيا الرقمية تساهم في تحول، ليس تغيير، تحول. هناك فرق بين التحول والتغيير. التغيير يكون محدود وبسيط، هذه التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي إخواننا الكرام أمر في غاية الأهمية كما ذكرت في البداية. أوكي، فإذا لابد منا نثقف أنفسنا، ونحن عم نعطيكم فرصة عبر هذه الكورسات اللي أعطيتكم إياهم. هذه الكورسات يعني أنا مستحي أحكي بهالموضوع لأنه كورساتي أنا، ولكن هذه من خبرة طويلة. يعني أنا بروفيسور بمجال الأكاديمي فول بروفيسور، يعني مش أسيستنت بروفيسور. وكذلك عملت في شركات ضخمة مثل شركة الاتصالات اليابانية في اليابان 4 سنوات، في بناء أول روبوت يتكلم، في أكبر شركة تكنولوجيا جنرال إلكتريك، في شركات فرنسية، في شركة أسترالية. يعني الحمد لله عندي الطرف، الجانب الاندستري والجانب الأكاديمي، وهذه نعمة الحمد لله. فمن خلال خبرتي هذه، يعني الإنسان الذي يريد أن يبحث في هذا الموضوع بدون يعني نصيحة
نصيحة ربما يصل ولكن سيأخذ من الوقت وقتا طويلا ومالا كثيرا. فإذا استشار خبير في هذا المجال وأنه سيوفر الوقت والمال، ونحن نعطيكم هذه الخبرة يعني بشكل بسيط جدا واستثمار بسيط جدا، وإن شاء الله من يأخذ هول الكورسين، يعني هني هول الرابط أعطيت كنية هو بندل، يعني تأخذ الكورسين مع بعض ستفقه الدنيا كلها كيف تسير، وبإذن الله ستجد راحة نفسية وتعرف كيف توجه نفسك، كيف تستثمر بنفسك في القرن 21 ومؤسستك إن شاء الله. ونحن دائما موجودين عندي كذلك، وضعت يوتيوبنا في كثير من المحاضرات المجانية، ساعات وساعات قصيرة كبيرة إلى غير ذلك، يمكن شفتوها في البداية، ممكن تروحوا على اليوتيوب تشانل وتستفيدوا من هذه اليوتيوب تشانل. هذا في بداية الكورس عم أوصل عليها، هذه اليوتيوب تشانل ممكن كذلك تستفيدوا منها، موجودة هنا يوتيوب تشانل /c/prof.samir.almathri. هذه ما يوتيوب تشانل، هتلاقوا محاضرات كثيرة في مجالات متعددة تستفيدوا منها إن شاء الله. أوكي؟ الله يعطيك ألف عافية بروفيسور سمير. الله يعافيك. جزاك الله خير على وقتك وتطوعك بوقتك وعلمك معنا اليوم في الجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية، والشكر موصول لكل الحاضرين على حسن استماعهم وحسن تفاعلهم. الله يعطيكم ألف عافية جميعا، وأكيد نشكر كل الحضور سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارج المملكة العربية السعودية من أشقائنا العرب والمهتمين في المجال من خارج السعودية. شكرا لكم جميعا. السؤال دائما يتكرر، مع أنه جاوبنا عليه أكثر من مرة في الشات أكثر من مرة، عن الشهادات. الشهادات حتصدر إن شاء الله خلال 48 ساعة، وحتكون في حساب كل شخص فيكم في حسابه في موقع الجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية. طبعا الحساب، إنشاء الحساب مجاني وليس عضوية، العضوية هي مدفوعة، لكن إنشاء الحساب كبروفايل مجاني، الجميع يقدر ينشئه، ولازم الإيميل تبعك في 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 موقع الجمعية هو نفس الإيميل اللي سجلت فيه في الويبينار عشان تنزل الشهادة في موقع الجمعية وتقدر تحملوها. أرجو إنه الموضوع حق الشهادات يكون يعني خلاص كده واضح جدا. ونرجع مرة ثانية نشكرك بروفيسور سمير، ونشكر كل الحاضرين معنا اليوم، جزاكم الله خير. احنا ننهي الويبينار اليوم. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. شكرا، في الله.